قبل إخناتون مصر كانت قوية ومزدهرة جدا. جه إخناتون وضيع جزء من مصر وساب فيها فساد. 4 حكام جم بعده ما قدروش ينهوه، لحد ما جه ملك النهاردة وادانا التمام أن الناس آمنون والبلد محمين. حور محب. احنا دلوقتي في الأسرة الـ18. الملك هو توت عنخ آمن، وفي 2 هم أهم رجال الدولة، أي، وده الوزير الأكبر، وطبعا حور محب. حر إم حب، حورس في عيد أو الصقر في عيد. ده أصلا كان من عامة الشعب، وفي عهد توت مسك أول منصب إنه يكون وزير للخارجية، وبعد كده اترقى وبقى قائد للجيش. ومش بس كده، توت وصل ان اللي يحكم بعده حور محب، بس طبعا دي كان ليها شروط، زي مثلا ان توت يموت من غير ما يكون عنده اولاد، وده كان ابدا مش متوقع، وبالتالي ما كانش متوقع ان حور محب يمسك الحكم، لدرجة ان حور محب كان عنده مقبرة عادية مش ملكية، لكن يموت توت وتتحقق الشروط ويمسك الحكم. ايه ده؟ وفاة توت المفاجأة والأحداث الغامضة اللي حصلت بعدها، ده من أسباب شهرة توت طبعا، إلى جانب مقبرته. تقريبا حور محب كان في غزوة ضد الحيثيين، مسك إيه الحكم وكمل حور محب قائد للجيش، حكم إيه على قد ما حكم، ووصى إن اللي يجي بعده يكون واحد من عيلته، ومات إيه وجي للحكم حور محب. إزاي ده حصل؟ كان في رأيين ومفادهم واحد، هو ان المرة دي حور محب كان اقوى من المنافس بتاعه، وانه خدم مصر بشكل جيد في عهد توت، وايه بشكل بقى سلمي او باخر اعتلى صقر العرش وبقى اول ملك من عامة الشعب نتكلم عنه. حور محب لما جه للحكم كان فيه فساد في كل النواحي تقريبا في مصر، سياسية واجتماعية واقتصادية، حتى كان فيه فتن طائفية في الدين ما بين رجال الدين الامونيين والاتونيين، الى جانب بطانة حكم سيئة. قال لقد أدخلت التحسينات في نظم هذه البلاد برمتها، وشرح في لوحة جدارية في معبد الكرنك اللي هو عمله، وقال لقد تجولت فيها ونشرت نعمي حتى الجنوب وأحط بها، مشي فيها من الشمال لحد الجنوب وفهم إيه اللي بيحصل فيها، ورجع حط الدستور، كان الأول في مصر ومن الدساتير الأول في العالم. في مصر كان فيه الإلهة ماعت، إلهة العدل، والدستور ده ارتكز على العدل. من المواد بتاعته انه اعفى الغير قادرين من دفع الضرائب، وكمان كان بيعاقب اي جندي يحصل على ثمار الارض من اي فلاح، اما ان ترد فورا او يتعرض للمحاكمة. وعشان يضمن الدستور ده يتحقق، عين قضاة يحسنون الحكم وعلمهم انهم ما ياخدوش هدايا من حد، ولان وقتها ما كانش فيه محاماة، فكان اي مصري حقه انه يروح يشتكي على طول اي قاضي، واي قاضي هيثبت تورطه في قضية فساد هيتم اعدامه بقطع انفه. وفعلا في قضاة نفذت ضدهم الاحكام دي، حتى في الاسرة الـ19 كان في 2 قضاة حكم عليهم بالاعدام وقتلوا نفسهم وانتحروا قبل ما يتعدموا. من الدستور السرعة في بث الاحكام، وانه كمان هيمر في زيارات مفاجئة للتأكد من سريان العدالة. بالنسبة للموظفين اغدق عليهم بالاطعمة والهبات 3 مرات في الشهر الى جانب مرتباتهم، ووقف عمليات قطع الطرق والنهب. وزي ما احنا شايفين اعزائي المشاهدين، ان حور محب اي شغلانه كان بيشتغل فيها كان بيبدع، ده لانه كان يدرس ليل نهار كل ما يفيد البلد المحبوب. حور محب جه في اسره كانت من اعظم الاسرات في مصر، وهو كان من عامه الشعب. جه في الاسره الـ18 اللي مؤسسها الملك احمس الاول، اللي قضى على احتلال استمر في مصر 100 سنه على الاقل، وبعده جت الملكه حتشبسوت وعملت في مصر نهضه كبيره ومباني عملاقه وقضت على اثار الاحتلال ده. للاسف اخناتون وبعده 4 حكام جم ما قدروش يكونوا على نفس المستوى، فالحكام اللي بعدهم شالوهم من قائمه حكام مصر وشالوا الاثار اللي بتدلل على حكمهم. الحكايه دي بدات في عهد حور محب، كان من ضمن الحكام دول توت عنخ آمن، لكن بنلاقي النهاردة بعد 3000 سنة ان ملامح وش توت معروفة ومحفوظة اشهر من اسم حور محب. ده بيورينا قد ايه الاثار المصرية بتعمل شقاوة وبتقلب الموازين. حور محب حكم 14 سنة، 29 سنة،
مش أكيد، بس الأكيد إنه كان الختام اللي يليق بالأسرة الـ18، لأنه نهى الفساد اللي حصل قبله، وكمان مهد للحكام اللي جم بعده إنهم يستردوا الجزء اللي فقد من مصر، وصى إن اللي يحكم بعده يكون وزيره الأكبر اللي بقى الملك رمسيس الأول مؤسس الأسرة الـ19 وجد الملك رمسيس الثاني. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وتكتبوا في التعليقات أغرب حاجة سمعتوها عن ملك النهاردة، وهيبقى في حلقة نقول فيها اللي انتوا قلتوه. ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان كل ما اعمل فيديو جديد اليوتيوب يعمل لكم تررن تررن.